أغبى إجابات الطلبة التي لم يجد لها العلماء أي تفسير ستنصدم من غباء بعضهم. السؤال هنا كان في العلوم شرعية، وكان بالتعليل ما يلي: سبب زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، وكانت إجابة هذا الطالب قسمة ونصيب لا تعليق. والسؤال هنا كان عن العشرة المبشرين بالجنة، والإجابة كانت صادمة، خاصة عندما ذكر أبو لهب: ما حكم النكاح؟ وكانت إجابة هذا التلميذ أنه محرم، والدليل استعان بآية إنما المؤمنون إخوة لا تعليق. والسؤال هنا كان في التاريخ: بين موقف صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين بعد معركة حطين، وإجابة هذا الطالب كانت أكثر إبهاراً، كان مبسوطاً. ماذا يفعل المسلم إذا أصابته مصيبة؟ يخبر الشرطة. السؤال هذا كان في العلوم الطبيعية، مما يتكون جسم الجراد، وكانت إجابة هذا الطالب من عالم ثاني، لم ندرس هذا. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، أذكر واحداً منها، وكانت إجابة هذا الطالب ذكية نوعاً ما، كيف لا يعلمها إلا الله؟ وتقول لي أذكرها، صراحة أقنعني هذا الطالب. التلميذ هذا ترك كل الأسئلة وركز، هدفه على كسب شفقة الأستاذ. أذكر ثلاثة أنواع من السمك؟ إجابة صادمة للأستاذ وكادت أن تجلطه: سمك مقلي ومشوي، سمك على الفحم، ما فائدة الأذنين؟ تمنع النظارة من السقوط، فعلا إجابة مقنعة. ماذا تعرف عن البحر الميت؟ كان مريضاً ثم مات، كأنه يتحدث عن إنسان. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب